صباح الخير، صباح جديد مليان بالأمل والتفاؤل، صباح يوم جميل لكل مشاهدين نص الدنيا. النهاردة يومنا مش يوم عادي، حلقتنا حلقة مليانة بالصحة والجمال، ومعايا زميلتي بصبح عليها. صباح الخير يا إنجي. صباح الخير يا نانسي، صباح الخير عليكم كلكم، صباح الخير على كل قناة الصحة والجمال، صباح الخير على كل مشاهدي نص الدنيا. النهاردة هنبتدي على طول مع الدكتورة نسرين عطوان، دكتورة وأخصائية تجميل أسنان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ كله حلو الحمد يا لله. رب يكون يومك النهاردة كان جميل. أكيد جميل بيكم طبعا. يا رب يخليكي. منورانا. ميرسي ميرسي يا نانسي. احب اقول لحضرتك احنا كلنا بنخاف من السنان وبنخاف من كل حاجه وبنخاف من دكاتره السنان جدا ده حقيقي. يعني قبل ما اجي اخد خطوه ان انا اروح لدكتوره السنان دي ببقى بفكر فيها مليون مره. طيب يعني عايزين نبتدي بحاجه بسيطه كده اللي هي الهوليوود سمايل. عايزين نعرف ايه هي الهوليوود سمايل وبنستخدمها في ايه، امتى بنحتاجها، امتى بيبقى البيشنت جاي لحضرتك هو محتاج كده، او حضرتك بترشحي له الهوليوود سمايل امتى؟ تمام. هي الهوليوود سمايل يعني في ناس فاكرين ان هي مجرد يعني ماتيريال او حاجه، لكن هي نتيجه. احنا بنوصل لنتيجه لازم نوصل لها في الاخر، اللي هي الهوليوود سمايل. تكون السمايل بتاعتنا تكون حاجه حلوه. فالهوليوود سمايل دي ممكن نحققها بكذا حاجه، ممكن تكون باللامينيت فينير، ممكن تكون بالوايتنينج اللي هو التبييض، ممكن يكون حد عنده الجامي سمايل، اللثه بتكون باينه شويه في السمايل، فاحنا بنبقى محتاجين ان احنا نقص الزوائد شويه علشان نقدر نوصل لنتيجه كويسه في السمايل بتاعتنا. فالهوليد سمايل بعد ما احنا يعني في حالات معينه احنا بنقرر مين الحالات اللي هينفع مع اللامينيتس، مين الحالات اللي هينفع مع الوايتنينج. يعني مش كل الحالات بينفع معها لامينيتس فينير لامونير، يعني على حسب كل حاله بنستخدم معاها ايه. طب ايه الفرق ما بين التبييض والتنظيف؟ التبييض احنا بنفتح درجه الاسنان عن الطبيعي 4 ل5 درجات. التنظيف احنا بنشيل الكالكلس او الجير اللي على الاسنان المتكون على اسناننا، المفروض ده بيتشال كل 6 شهور، وبيشيل الصبغات بتاعت القهوه الشاي لو في تدخين، بس الاسنان بتفضل يعني اللي هو اللون الطبيعي بتاعها. يعني تمام. يعني التبييض بيدي درجة أعلى من التنظيف. يعني التنظيف ممكن لو حد سنانه ما فيهاش مشكلة كتير، مش مدخن أو مثلا يعني مش بيشرب كافيين كتير أو حاجة، ففي الحالة دي ممكن التنظيف يديله نفس الدرجة بتاعة التبييض، ولا برضو لا التبييض لا، بيدي درجة التبييض أعلى؟ بيفتح درجة الأسنان 4 ل5 درجات. أفتح من بالظبط. التنظيف. أوكي تمام. طيب هو أصلا التبييض بيأثر عامة على السنين؟ لا ما بيأثرش خالص. يعني في ناس عندهم اعتقاد، يعني سألت كذا مرة ايوه ده بيشيل حقيقي. طبقة من الأسنان أو لا، الكلام ده مش موجود خالص. ولا في تنظيف الجير بنشيل طبقة من الأسنان، احنا بنشيل الجير لكن مش طبقة. نفس القصة برضو في تبييض الأسنان، هو مجرد مواد بتتحط وبنستخدم الليزر معاها علشان نقدر نفتح درجه الاسنان، لكن ما بيحصلش ان بنشيل طبقه او بيحصلش اي ضرر. يعني ما بيبقاش فيه ضرر على السنان نفسها اصلا؟ انا يعني او انا بسمع، انا ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، طبعا حضرتك اكيد هتفيديني يا دكتور نسرين وكده، فان هي مش بتاثر على السنان نفسها، يعني ما عنديش مشكله في تاثيرها على السنان. بيقولوا بيشيل طبقه من السنان، فعلا بتاثر؟ لو جيتي كلتي بعديها تلاقي السنان بتاعتك هشه شويه، تغمق مثلا او حاجه بعد التبييض؟ لا لا لا، ما بيحصلش كده. هو التبييض ما بيبقاش الدرجه بتاعته مش ثابته. يعني الهوليد سمايل احنا بنستفاد منها ان هي بتبقى قشره، يعني 0.2 على الاسنان، دي بتحافظ ان اللون يفضل ثابت ما بيتغيرش. التبييض لا، بعد 3 شهور 4 شهور ممكن اللون يرجع للون السنان الطبيعي، مش بيبقى اغمق، يعني ترجع لطبيعتها. التبييض شيء مؤقت، لكن الهوليوود سمايل الى حد ما دائم. هي هو اللون ثابت ودائم. تمام. ما بيتغيرش خالص. وطبعا يعني بيبقى في اسباب كتيره ان ممكن اللون يتغير مع الوقت لو ما اتعملتش من الاول صح. اوكي. ما اتقفلتش صح. يعني تقريبا ممكن تقعد معانا قد ايه؟ يعني من 10 ل 15 سنه. طبعا هي ممكن تفضل على طول يعني، بس احنا بنحط مثلا الوقت ده ان هي ممكن تقعد من 10 ل 15 سنه الهوليوود سمايل. الهوليوود سمايل لو مشينا على التعليمات اللي هي الصحيحه، يعني ان احنا ما نقطمش حاجه. البيشنت لما بيجي لحضرتك مثلا ايه اول عمر ممكن نبدا نعمل له تبييض او هوليوود سمايل؟
يعني يفضل التركيبات عامه من بدايه 18 سنه. من 18 أي سنه اي تركيب او اي حاجه من بدايه 18 سنه احسن. وفي محاذير يعني في حاجات مثلا في حالات لا ما ينفعش اعمل لك الهوليوود سمايل مش هينفع مع الحاجة. بالظبط انا في حالات بتيجي برفض ان انا اعملها يعني بتبقى في ناس سنانها اصلا كويسه يعني مش محتاجه ان احنا نحط الطبقه او ايه بنكتفي هنا بالوايتنينج بالتبييض وبس. الحالات الهوليد سمايل بتبقى حالات خاصه او حالات معينه بتكون شكل الاسنان مش يعني مش مرصوصه صح او في سنه طالعه على سنه شكل الاسنان شكله مش حلو عايزين نغير السمايل ديزاين بتاعتها تمام. الحاجات دي كلها لكن لو حد اسنانه كويسه مرصوصه حلو شكلها كويس بنكتفي بالوايتنينج وبديله النصيحه على اساس كده بس. طيب يعني حتى لو مريض سكر او مريض ضغط ملهاش دعوه بالامراض ولا ليها علاقه بالمرض يعني لو حد بيشنت نفسه مريض ولا ما تفرقش عن النورمال بيرسون اللي جاي لحضرتك؟ ما بتفرقش خالص لان هي بالعكس هي بتبقى طبقه خارجيه على الاسنان احنا ما بيحصلش اي ضرر للانسجه ولا للاسنان ولا اي حاجه خالص. طيب. سواء مريض سكر او ضغط لو حابب يعمل هولي سمايل بتتعمل مفيش بيبقى محتاج بريكوشنز قبل كده قبل ما يجي يعني بيبقى في حاجات المفروض يعملها قبل ما يجي لحضرتك في موضوع ان هو يعملها في البيت عشان يبتدي يعمل الهوليوود سمايل؟ لا هو مفيش حاجه بتطلب ان هي تتعمل في البيت منه بس انا بحضر الحاله لو اللثه مثلا فيها التهابات فيها مشاكل الاسنان نفسها فيها مثلا تسوس او حاجه بحضر الاسنان وبعالجها قبل ما نبتدي خطوات الهوليوود سمايل. هي اللثه اللي هي الابتسامه اللثويه دي اللي هي الجامي سمايل. أيوة. بالظبط دي علاجها بيبقى ان حضرتك يعني بتعملي تقطيع في اللثه تقريبا او يعني بتاخدي شكل الاسنان دي بتبقى مع التبييض ولا يعني ولا مع الهوليوود سمايل ولا دي علاج لحاجه مختلفه دي حاجه ثالثه؟ هي كل حاجه ليها علاقه بالتانية يعني لو مثلا في بيشنت جه عنده الجامي سمايل احنا مش بنعمل تقطيع كلمه ان احنا مثلا ان احنا ممكن نقص اللثه او نقطع دي ممكن بتخوف شويه كانت زمان جراحه وكانت فعلا قص لثه دلوقتي في الاحسن من القص اللثه بالجراحه الليزر تمام ان احنا بنشيل الزوائد بالليزر وده بيساعدني بعدين ان انا اقدر اخد لو هاخد مقاسات او بيحصل هيلينج يعني الجرح بيلئم بسرعه في خلال يومين ثلاثه بالليزر تمام وبنقص الزوائد. طيب والانسان بيبدل سنانه مره واحده فكل بني ادم بيبقى يعني خايف على السنان دي جدا وكل حاجه. طيب السنان لما يعني فكره التركيب وبتاع حضرتك مثلا لما حد بيجي لك ويقول لك لا انا مش عايز اخلع حضرتك بتتعاملي مع القصه دي ازاي؟ يعني هل بيبقى مثلا لو السنه بايظه خالص بيبقى ليه علاج غير ان هي تتخلع وتتركب؟ هو انا اخر حل خالص بنلجا ليه الخلع يعني لو السنه مثلا محتاجه ان هي لا ممكن نعالج فيها لغايه يعني اخر فرصه لا بيبقى الافضل ان احنا ما نخلعش. اضطرينا نخلع لان مثلا زي ما بتقولي ان السنه يعني فيها مشاكل كبيره. الحل الثاني رقم واحد الزراعه. الزراعه مهمه وكويسه جدا هي رقم واحد في حل اللي هو تعويض الاسنان المفقوده لان هي بتحافظ على شكل العظم والكثافه ما بيقلش مع الوقت. وجود الزرع في مكان الخلع بيحافظ على العظم بتاع الفكين يعني. تمام ناخد مع حضرتك الصور بتاعتنا نشوف الصور بالظبط. طيب تمام هو هنا الفرق بس ما بينهم هنا تبييض السكرين اهي فالفرق ما بينهم هنا ايه؟ هنا الحاله اللي على الشمال كانت يعني السنان لونها غامق شويه تمام وكانت عندها الجامي سمايل يعني حاجه بسيطه يعني اوكي فاحنا هنا عملنا قص اللثه وبعدين ركبنا اللامينتس فينير واخترنا اللون طبعا الالوان بتكون ما بين كذا درجه لون بنختار اللون على حسب اللي بيليق على بشرتها وعلى يعني لون حضرتك اللي بتعملي لها ريكومند للون صح؟ انا بساعدها طبعا وهي لازم تكون تختار معايا تمام. والحاله دي؟ الحاله دي هو كانت يعني حادثه حصلت ان اسنانه اتكسرت الاماميه واصلا سنانه فيه سبيسز ما بين الاسنان فيه فراغات وفيها بروز شويه فاحنا هنا عالجنا بس مش باللامينت فينير دي كراونز من الايماكس ماتيريال ايماكس عوضنا كل حاجه السنان المكسوره قفلنا الفراغات دخلنا السنان اللي فيها بروز دخلناها لجوه شويه وخد النتيجه دي في الاخر تمام. معلش هنا هو قعد يعني حضرتك اخدتي في الحاله دي مثلا تقريبا قد ايه في وقت
يعني الحالة دي خدت معايا وقت تقريبا اسبوعين، علشان كان في سنان حصل فيها تكسير فكان لازم نعوض قبل ما نركب. تمام. والحالة دي؟ الحالة دي عملنا الأول ليها زراعة، عملنا زراعة للأسنان الأمامية وبعدين ركبنا عليها التركيبات الزيركون. اوكي تمام. طيب ممكن اعرف من حضرتك الفرق في التركيبات؟ يعني تقريبا انا عارفه ان في ماتيريالز كتير في موضوع التركيبات، صح كده؟ صحيح. فطيب ممكن حضرتك تقول لنا ايه هي بالظبط الماتيريالز والفرق ما بينهم، ايه احسن حاجه وبعد كده بتلجئي للتانيه؟ يعني بيكون على اساس ايه حضرتك اصلا كمان بتختاري الماتيريال اللي حضرتك بتشتغلي بيها؟ هو في في كذا ماتيريال، في البورسلين اللي هو بيبقى ميتال وفوقه بورسلين، احنا هنا بنتكلم على التركيبات الثابته، ده بيكون ميتال وفوقه بورسلين، ده يعني ما بقاش حد يفضله دلوقتي، لان يعني البورسلين ممكن يتقشر مع الوقت، ممكن يغير لون اللثه، الميتال اللي موجود فيها بيغير يعني لون اللثه مع الوقت. تمام. والفانش والشكل مش بيكون زي دلوقتي، في الزيركون وفي الايماكس، دول احسن حاجه دلوقتي. بنختار امتى نختار الزيركون وامتى بنختار الايماكس؟ الايماكس بنختاره للاسنان لما بتكون اسنان اماميه، ممكن في اللامينتس وممكن في الطربوش او الكراون، لما تكون سنجل يونت. الزيركون بنختاره في التركيبات وبالذات في الاسنان الخلفيه لانه اقوى من الايماكس. طيب. الفرق ما بينهم الاثنين ما فيهمش ميتال، بس الزيركون اقوى بحتاجه في الاسنان الخلفيه وفي التركيبات، الايماكس بحتاجه في الاسنان الاماميه السنجل يونت. يعني ده على اساس ان احنا الاسنان الخلفيه دي احنا اوريدي بن يعني بيبقى الضغط عليها اقوى بالزبط. من اللي قدام. بالظبط، بنحتاج في المضغ كده، بيكون في الامامي بيكون الشكل الشفافيه الايماكس اعلى، التفاصيل بتاعته اعلى بس شكلها احسن كتير، شكلها يعني شكلها احسن، ومش بحتاجه في الخلفي، يعني مش بحتاجه في الاسنان. تمام. طب وايه كيفيه بقى الاعتناء؟ خلاص انا عملت زراعه ودلوقتي انا مركب سنان زيركون او ايماكس، طب اهتم بقى بيها وازاي احافظ بيها ان هي تقعد اطول وقت ممكن؟ هو احنا بعد ما بنعمل التركيبات او الزراعه بنتعامل معاهم زيهم زي اسناننا بالظبط. المفروض ان احنا بنغسل الاسنان مرتين لثلاثه في اليوم، ولازم يكون في مضمضه، وبنستخدم الخيط الطبي ما بين الاسنان، ده بيحافظ على سلامه اللثه وسلامه الاسنان ان ما يحصلش تسوس جانبي، ده بالنسبه للاسنان. ده يوميا؟ يوميا. يومين المفروض ان احنا نستخدم المضمضه ونغسل سناننا 3 مرات، نستخدم الخيط الطبي. بالظبط. اوكي تمام. بس انا ما بعرفش استخدم الخيط الطبي، فانا عشان كده بسال يوميا ولا ايه؟ خلاص اخدك معايا. يعني حقيقي انا مش بعرف استخدمه، يعني ماشي المضمضه تمام، وان انا اغسل سناني طبيعي بغسل سناني، بس فكره ان انا استخدمه ازاي، بحس ان انا ممكن او انا اللثه بتاعتي ممكن تكون ضعيفه شويه فبتنزل دم بسرعه، ممكن يكون هي دي مشكله فبخاف استخدمه، مش عارفه حقيقي. هو طبعا لما بتكون اللثه اصلا فيها التهاب، هي بتلاقي بينزل دم مع الغسيل بالفرشه او استخدام الخيط الطبي، ودي علامه انك لازم هنا نعمل علاج للثه. تمام. من يعني ما نتجاهلش النقطه دي لانها مهمه جدا يعني. اوكي طيب. ازاي انا بقى حد ما عنديش مش عامل تركيبات، وازاي احافظ على سناني بقى الطبيعيه عشان ما اضطرش ان انا اعمل تركيبات او يجي لي تسوس او اي حاجه؟ طبعا احنا بنعمل اللي هو الفولو اب، المتابعه كل 6 شهور، المفروض ان احنا نعمل زياره لطبيب الاسنان كل 6 شهور، بحيث لو ظهرت اي حاجه في الاول نلحق نعالجها، سواء التهابات في اللثه، تسوس بسيط. الفولو اب، وطبعا كل 6 شهور بنعمل تنظيف للجير، ده ضروري جدا، لان مشكله الجير لو ما حافظناش على التنظيف كل 6 شهور ممكن يحصل التهابات في اللثه، التهابات في الاربطه، تاذي الاسنان حتى لو سليمه، ممكن يحصل تتلخلخ شويه او تتحرك. تمام. طيب معلش اسال حضرتك، هو احنا المفروض من امتى نروح لدكتور اسنان؟ يعني من سن كام سنه حتى للاطفال، من سن كام سنه المفروض اروح لدكتور اسنان؟ يعني هو ممكن نقول من سن 4 سنين 5 سنين، بحيث ان الطفل بيبقى فاهم يقدر يستجيب مع الدكتور، وتبقى المتابعه من سن 4 لـ5 سنين، وحتى الطفل لازم يبتدي غسيل بالفرشه من قبل كمان السن ده، مامته بقى اللي بتساعده بطرق معينه، لكن المتابعه مع دكتور الاسنان من سن 4 سنين 5 سنين. طب البيشنت الصغير ولا البيشنت الكبير اللي بيتعب حضرتك اكتر؟ يعني انهي واحد؟ الصغير بيبقى خايف من الحقن، احنا برضو بنديله حقن لو احنا في مشكله، صح؟ طب بيعمل ايه؟ يعني بيبقى في طريقه معينه بقدر ان انا يعني اطمنه في الاول،
في تكنيك معين. انا ما بحبش افاجئ حتى الطفل، ما بحبش ان انا افاجئه بالحاجه دي لانه هيحس بيها. انا بفهمه وبشرح له كل حاجه، احنا دلوقتي هناخد هنعمل ايه، هننظف ايه، السنه ازاي، بفهمه وبحاول يعني واحده واحده كده ان هو يطمن ونبتدي يعني. طيب طيب ماشي، معلش ناخد بس مع حضرتك صورتين من اللي حضرتك برضو عرضهم. طيب هنا الحالة دي كانت اللي عندها كذا مشكلة، الأسنان الأمامية فيها تسوس شوية من الجنب والخلفي، ويعني عملنا لها الأول علاج للتسوس، وبعدين ركبنا دي تركيبات كراون إي ماكس، دي تركيبات إي ماكس الأمامية. تمام. ودي ودي أنا مش شايفاها قوي. هو من قدام تقريبا حضرتك زرعتي هي صح كده؟ كان في زرع. دي كانت زراعة وبعدين عملنا عليها تركيبات الزيركون. تمام. طيب طيب حضرتك قلت لنا ان في حاجه هديه لكل مشاهدين نص الدنيا، فممكن حضرتك تقول لنا ايه الهديه؟ في فاوتشر لخمس اشخاص خصم 10% مقدم من العياده يعني. تمام، اعتبريني اول واحده. انا هاخدك معايا دلوقتي. طب ممكن استنينا؟ استناكم. بجد بشكر حضرتك فعلا ان حضرتك كنت موجوده معانا، نورتينا فعلا حقيقي، وافدتينا بحاجات كتيره جدا ومنوره فعلا. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل.